بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور والسرور عزيزي يوسف ولضيوفك الكرام ومشاهدينا وين ما كنتوا، نرحب بكم في هذا اللقاء طبعا النهائي لبطولة كأس قطر 2018-2019. طبعا الفريقين اللي وصلوا إلى النهائي، السد أمامنا، الزعيم وما في شك ثالث الدوري، ولكن بإصرار في المربع وبإصرار طبعا والفوز فيما قبل النهائي نادي السد، وطبعا قدر يعدي من مين؟ من بطل الدوري الوكرة بنتيجة ممتازة 28-23 للوصول إلى هذا اللقاء أمام الغرافة. الغرافة وطبعا الرابع في الدوري، والغرافة طبعا أداء جميل أمام مين؟ أمام وصيف الدوري ولكن بطل آسيا، وقدر يفوز على الدحيل بفرق هدف 29-28. إذا لقاء قوي، إذا لقاء جميل، إذا لقاء مثير في نهائي كأس قطر وكأس البطولة لمين؟ كأس البطولة لمين؟ للسد اللي أمامنا على يسار الشاشة بالزي الأبيض الأسود والأبيض، أم الغرافة؟ وفي انتظار نشوف التصويبة والهدف والدوليان منصور السويدي وخالد الهيل لإدارة هذا اللقاء الكبير. والافتتاحية كانت بتصويبة حلوة وفي المرمى، وشايفين طبعا الآن تشكيلة دفاع 6-0 من السد أمام 3-3 الغرافة، وبداية قوية حتما، والتصويبة هذه دليل واضح على أن هناك طبعا في يعني إعداد صح من الناحية الذهنية والنفسية والفنية لهذا اللقاء الختامي. وقت اللعب صبحي سعيد المايسترو للغرافة، العقل المدبر والمفكر، وعندنا السايس الضارب والقوة اللي وين ما تحطه على اليسار على اليمين في النص فهو يشكل خطورة كبيرة، وعندنا على الدائرة طبعا بلال والسايس والتصويبة، ولكن ترتد من الحارس المبدع يوسف. برافو يا يوسف، يا رشيد، يا يوسف، رشيد يوسف الحقيقة عنوان الفوز في اللقاء الأخير. السد والوكرة تصدى لي أكثر يمكن من 10 فرص أكيدة، واليوم إذا قدر يعمل نفس الشيء حتما بيكون سند قوي. واللعبة الجميلة على الدائرة، يا سلام، السد بتركيز عالي ونزول، شوف تحرك جميل، وفي المرمى بشكل جميل من طبعا حمدي عيال اللي نزل من الجناح إلى الدائرة واستلام الكرة بشكل جميل وفي المرمى. شوف الكرة هذه لصالح فهد البيشي، محاولات للغرافة اللي متأخرين بعد دقيقتين ونص بفرق هدفين 2-0. عبد الرزاق تمررا بيصوب إمارة، وخطأ يتم احتساب الخطأ. شوف التسرع شوية مع السد، والكرة ضايعة من حمدي عياد، وشوقي بالقاسم المدرب التونسي القدير مع الغرافة قدر طبعا أبناء شوقي بالقاسم بالفوز في المباراة السابقة، والآن طبعا إلى المباراة النهائية أمام السد. إذن في انتظار نشوف اللقاء هذا طبعا بيكون لصالح مين؟ طبعا لقاء ما راح يكون سهل لأي فريق من الفريقين، لقاء قوي، ونشوف المحاولات للمرور، ولكن الكرة عند عبد الله الكرمي، ولكن في أصفر على اللي هو بلال، كارت أصفر. شوف طبعا القوة والدفاع 6-0 من الغرافة، والاختراق موجود، أول رمية جزاء لصالح السد من خلال الاختراق الجميل من نص دفاع السد. يا سلام، بإصرار طبعا ودخول جميل خالد
ناجي ومرور ورمي في الجزاء وفي المرمى. برافو، تصويبة حلوة من حمدي عياد، أرضية جميلة، شوفها أرضية جميلة، حاول فيها طبعا اللي هو الحارس المبدع أحمد المنياوي، ولكن في المرمى. ثلاث أهداف خلال أربع دقائق ونص للسد، واضح أن التركيز عالي عند لاعبين السد، بينما الغرافة إلى الآن البحث من خلال يعني التمريرات فقط عند الخط الخلفي، الكرات ما توصل سواء الدائرة أو الأجنحة، لأن الأجنحة ممتازين طبعا فهد البيشي وعندنا عبد الرزاق، ولكن التصويبة الحوضية جميلة من طبعا بومنجل، تصويبة حلوة، شوفها أرضية جميلة ويسجل منها لصالح الغرافة، والهدف الأول بعد مرور خمس دقائق، فترة طويلة انتظروها طبعا الغرافة لتسجيل أول أهداف اللقاء، واللقاء هو اللقاء الختامي على كأس قطر 2018-2019، لقاء مهم ما في شك، بطولة تاريخ لكلا الفريقين، والفريقين حتما يعني يحاولون طبعا في إحراز البطولة لأنها بطولة غالية باسم قطر الحبيبة، والتصويبة الحلوة، وشوف طبعا شوف 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 تمريرة ذكية حلوة، والكربي بخطوة واحدة السلام خطوة واحدة ويحطها في الزاوية البعيدة، وحلوة وبرافو السد، حقيقة أداء متوازن وجميل ومشكلين خطورة على كل المستويات، شفنا التصويب من خارج المنطقة، شفنا من على الدائرة، وشفنا طبعا الآن من الجناح، وبرافو رشيد يوسف، التصدي موجود للمرة الثانية، برافو رشيد، تصدى لكرتين حلوين إلى الآن، الغرافة والمحاولات يعني كان شيء، والتصويبة قوية، برافو برافو حكام اللقاء، برافو التأني في إصدار القرار، شوف الآن معاي هني في مخالفة واضحة طبعا وفيها عقوبة، ولكن خالد الهيل ومنصور طبعا انتظروا يشوفون نتيجة الكرة، وبعد ما تم تسجيل الهدف وإعطاء طبعا اللي هي الكرت اللي هو مدافع السد، إذن الهدف الثاني للغرافة بتصويبة حلوة من بومنجل هو اللي مشكل الخطورة إلى الآن في تسجيل الأهداف، هدفين من نفس اللاعب، رمية حرة، رمية حرة، دنقير ويحاول اللعبة، انذار والانذار الثاني لكلا الفريقين الآن، في انذارين، في انذارين، إذن الجيلاني انذار أيضا، وتلعب الكرة والمحاولة، وتصوبت حلوة، وتصوبت حلوة صاروخية جميلة، حلوة حلوة حلوة، الطرابلسي شوف يحطها روعة حقيقة في زاوية الدفاع، في زاوية الدفاع، لأن المنياوي رايح ماخذ الزاوية اليمنى، لذلك واضح أن في اتفاق بينه وبين الدفاع، ولكن طرابلسي بتركيز عالي وتصويبة متقنة حلوة يسجل منها الهدف الخامس خلال ثمان دقائق، 5-2 والتقدم لصالح الزعيم، والإنذار الأخير لصالح على فريق السد، ولصالح مين؟ لصالح أشرف، نور أشرف، والإنذار الثالث، شوف الصراع، شوف الصراع مع لاعب الدائرة بلال خليفة، بلال قوي ومتمكن على الدائرة، وإذا جاءته فرصة شوف مقطوعة، وتلعب أمامية وانفراد، والسد يحاول طبعا، ولكن رجوع سريع عبد الرزاق يسترجع الكرة، برافو عبد الرزاق، إذا برجوع سريع والكرة لصالح الغرافة، كان في مسك، كان في شد، عموما تلعب عبد الرزاق، وبرافو يوسف، برافو رشيد يوسف، برافو رشيد يوسف،
التصدي الثالث. وطبعا من موقع الحقيقة يعني بالنسبة لعبد الرزاق المفروض يحطها هدف، نيناد واضح على الشاشة ورؤيته وقراءته، وهنا عبد الرزاق، ولكن الأجمل رشيد يوسف اللي واضح على الشاشة. برافو، بتكتيك جميل عطى الزاوية، أغلق الزاوية البعيدة وعطاه الزاوية القريبة، ولما بغى يصوب راح طبعا باليد والقدم وأغلق الزاوية القريبة. تكتيك من الحارس المبدع رشيد يوسف. محاولة ويتردد فيها، رمية حرة، فيها تدخل دفاعي، شوف على خالد ناجي، خالد وتلعب والمحاولة ما زالت الكرة لصالح الزعيم اللي متقدم بفرق 3 أهداف خلال 10 دقائق الفترة اللي راحت. تلعب وخطأ واضح، خطأ واضح، إذن الكرة لصالح صبح سعيد ويلعبها، شوف صبح سعيد، شوف، برافو برافو، خبرة خبرة اللعيبة الاثنين، خبرة الحقيقة الاثنين خبرة، سواء صبح سعيد أو طبعا الطرابلسي، دوليين كبار، واحد مع الغرافة وواحد مع السد، وتصوبه، ولكن التصدي موجود. برافو برافو رشيد يوسف، التصدي الرابع، وينقذ مرمى من تصويبة مباغتة من طبعا صبحي سعيد، لكن لو كانت أرضية كان ممكن يا صبحي يا سعيد. نيناد ونظرة للملعب وتفكير عميق، حتما ما يبي يطلع من الموسم بدون أي بطولة، وهناك طبعا في بطولة كبيرة غالية، بطولة كأس الأمير، ولكن اليوم احنا في نهائي بطولة كأس قطر، وأيضا هذه بطولة غالية علينا، لابد يحاول السد أنه طبعا يعني يا سلام على التكتيك، ولكن 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 خالد يا خالد حرام عليك، عندك الجناح فاضي تماما، مررها مرر الآن، ليش دخلت على الدفاع وراحت الكرة وراحت الفرصة؟ نعم، اللي يعرف كيف يستغل الفرص هو الفريق اللي رايح يفوز في لقاءات كبيرة مثل هذا اللقاء. 3 مرات فوز للغرافة على السد في هذا الموسم، 3 مباريات، ولكن هذه المباراة يعني لها قيمة، لها قيمة خاصة، لها طبعا حسابات مختلفة كليا. لا يفكر فريق الغرافة أنه مثل ما فاز خلال 3 مباريات رايح يفوز بسهولة اليوم، ولكن عبد الرزاق يا سلام عليك يا بورزيقة، شوف 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 الكرة الجميلة، حطها المرة صح، هالمرة حطها صح. رشيد يوسف استغل نفس التكتيك، أغلق الزاوية البعيدة ولكن حطها أرضية عبد الرزاق، برافو، لعبة حلوة، وبدت النتيجة تقرب وتقل، وفرق 2 الآن بعد مرور 12 دقيقة و15 ثانية وقت اللعب، والمحاولات للسد بنزول أكثر من لاعب على الدائرة، طرابلسي بيصوب فعلا ينجح، ولكن فيها رمية حرة، يده كانت حلوة من ياوي، يشجع نفسه ويطالب الزملاء بأنهم طبعا يرفعون من الحماس والأداء، ونشوف الآن المحاولات. السد خلال 10 دقائق أداء روعة وتركيز عالي، والتصويبة الحلوة، يا سلام عليك يا خالد يا خالد يا سلام، شوف خطوة وروعة وفي المرمى، ما في التغطية السليمة من الدفاع على هذا اللاعب، برافو، أداء جميل ومتوازن من السد خلال 13 دقيقة وفارض السيطرة على مجريات اللعب خلال هذه الفترة، ولاعبين مباراة حلوة وقادرين يشكلون خطورة من عدة مواقع. ونشوف محاولة عبد الرزاق سهلة، وعدي طبعا واضح دفاع قوي و يوقف خطورة عبد الرزاق، ما يعطيه الفرصة للتصويب، السايس على الجناح اللعبة، ولكن فيها رمية حرة وإيقاف 2 دقيقة، خالد الحاج إيقافه 2 دقيقة
يأثر ما في شك، هو لاعب مهم ومؤثر مع السد. شوف معاي فعلا قرار سليم من حكمنا الدولي خالد ناجي، وإيقاف دقيقتين الآن، وقد تكون فرصة نشوف التكتيك الخاص من الغرافة لطبعا استغلال هذا النقص. سحب الدفاع السايس يمررها عرضية، فهد البيشي بيحطها برافو برافو، والهدف الثاني من الجناح مرة عبد الرزاق، والحين فهد البيشي يعني في أجنحة على مستوى طيب مع الغرافة لو وصلت لهم الكرات. فهد البيشي والهدف الرابع وأول أهدافه هو شخصيا. شوقي بالقاسم أكيد مشتاق لهذه البطولة، ونيناد وبكل إصرار وعناد أيضا يبغي البطولة. نشوف البطولة لمين، للي بيجتهد، للي طبعا بيركز، للي يقلل من أغلاطه. مستحيل ما يكون في أغلاط، لازم في أغلاط، ولكن من اللي بتكون أغلاطه أقل. إبلال رمية حرة، شوف شوف التغطية، لو وصلت الكرة كان ممكن يكون في هدف سهل للسد. عموما حلوة دوران ورمية جزاء، هل فيها عقوبة؟ نعم فيها عقوبة، نعم فيها عقوبة، ما راح يتردد منصور من انه هو طبعا يعطي العقوبة، ولكن برافو منصور، انتظار ورؤية وبعدين عطى العقوبة. رمية جزاء لصالح السد، والتصويبة من خلال حمدي عياد من ياوي في المرمى، وحمدي عياد يحطها برافو، يحطها بكل ذكاء وجميلة، التصويبة حلوة، رمية جزاء حمدي عياد لاعب ممتاز، لاعب يعني بالرغم من سنه مش كبير وايد، ولكن لاعب خبرة، لاعب ممتاز حقيقة حمدي عياد. صبحي سعيد وحلوة، برافو 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 برافو، ولكن تصويبه خارج المرمى، خارج المرمى من عبد الرزاق، ولكن التكتيك جميل لاستغلال النقص. والآن طبعا اكتمل فريق السد، ولكن استغلال كان جميل والتمريرات كانت سليمة وفي المكان الصحيح والوقت الصحيح، ولكن عبد الرزاق حبي حطه في الزاوية العالية، وليش ما كررته حطيته الأرضية؟ ولكن عموما أضيف لابد يكون في تركيز لطبعا التصويب، لأن في حراس جيدين حقيقة في مباراة اليوم، رشيد يوسف مع السد، والمنياوي مع الغرافة، وانفراد، وبرافو عبد الرزاق، والتصويبة سهلة وفي المرمى. يا سلام يا سلام الغرافة، نعمان الجيلاني وعبد الرزاق وانفراد، طبعا شوف عبد الرزاق سحب الدفاع بشكل جميل وخبرة ومررها للجيلاني، والجيلاني في المرمى شيء جميل، والفرد بدأ يقل بعد 16 دقيقة ونص. شوقي بالقاسم ما يرتاح، على طول واقف، على طول تعليمات ما في شك، وتلعب وأيضا نيناد وتلعب وعبد الله الكربي، يا سلام عليك يا ولد، يا سلام عليك يا سلام عليك، خبرة خبرة. جانا بداء قبل المباراة قال يا جماعة الكرة الجديدة هذه مشكلة، غيروها، أعطونا كرة مستعملة شوية. شوف يعني لعيبة عندهم خبرات يعرفون، وهني في إنذار على عبد الرزاق، وعبد الرزاق طبعا الكارت الأخير للغرافة. إذن الكروت انتهت خلال 17 دقيقة من الآن، أي خطأ فيها دقيقتين ما عاد فيها كارت أصفر، وما نبي نشوف الكارت الأحمر إن شاء الله. تلعب الكرة، نبي نشوف لقاء أخوي نظيف جميل وبدون أي شد عصبي، واللي يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا مايسترو يا مايسترو يا صبحي يا سعيد يا عقل، يا شوف المهارة، يا شوف الخبرة يا أخي، مهما تقول عن هذا الهدف الجميل، هدف يعني عالمي حقيقة، قدر يعني يفتح له شارع ومر بكل هدوء وبكل أريحية، ويحطها بكل عقلانية لب محسوبة بالملي وينزلها خلف رشيد يوسف، يا سلام عليه. شوفوا المهارات الجميلة حقيقة، مبدعين اللعيبة المحترفين سواء مع الغرافة أو مع السد. مر 18 دقيقة مشاهدين الكرام، حقيقة متعة هذا اللقاء
بين السد والغرافة. الزعيم والفهود، من اللي رايح يفوز؟ اللي طبعا بيقلل أغلاطه، ولكن إلى الآن الزعيم اللي الحقيقة عندهم في جعبتهم يعني تاريخ في هذه البطولة، وإن لعبت حلوة، برافو برافو في المرمى وهدف سليم، برافو حلوة، شوف تمررت له. والبيشي طبعا ما يقدر يسوي له شيء، لاعب قوي وامكانيات جسمانية عالية جدا، وما في شك ان عدي عمل يعني دوران جميل وحط الكرة لب ويسجل ويعطي الفرق بفرق 3 أهداف، ما قل الفرق عن فرق هدفين، وصل الفرق الى فرق هدفين، ولكن بدأ يزيد الان. السد متقدم من بداية اللقاء إلى الآن خلال 19 دقيقة الفترة اللي مرت، تلعب ومحاولات لبومنجل، صبحي سعيد هل بيعمل لنا خداع جميل ويمرر أو إنه فيها تدخل دفاعي من الطرابلسي. طرابلسي لاعب مهم ومحترف حقيقة، إضافة للسد، لاعب متمكن أمامية وانفراد انفراد انفراد وفي المرمى، يا سلام يا السد، يا سلام، دفاع جميل، والكرات العرضية شغلتهم ولعبتهم هذه الكرات العرضية والمقطوعة، وهني طبعا انفراد جميل حمدي عياد ويحطها بكل أريحية وفي المرمى. طلب الوقت المستقطع، ما في شك شوقي بالقاسم لا ما يرضى طلب الوقت المستقطع. تقعد معاه زبير، تقعد مع البيفوت 100 100، ما تسيبش بيفوت، راه في اخر لحظه نايم البيفوت، اذا كان بيفوت راح على خارج المنون بطل جاي بطل سايبه، بس خاطر المنون بشرف شرف الدين انتهى طبعا الوقت المستقطع، اول وقت مستقطع لصالح كابتن شوقي بالقاسم المدرب التونسي، ومعه طبعا الكابتن المنذر السويسي، وما في شك ان عيسى شاهين الكواري رئيس الجهاز والمتواجد مع الفريق خالد الهيل في صافرة، و طلب من الطاولة للكابتن خالد الهيل حكم اللقاء رئيس لجنة الحكام، ونقاش مع كابتن خالد الهيل مراقب اللقاء مطر ثاني وهو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة اليد فهد الكعبي، وكان في طبعا نقاش وجود حمد النعيمي وهو طبعا الإداري العام في هذا اللقاء، وتصوبت حلوة. إذن الهدوء طبعا يعني أثر شوية على دفاع السد، وطبعا استغلها فريق الوكرة عن طريق اللي هو طبعا وجدي سنان بتصويبة حلوة ويقلل الفرق إلى فرق 3، مر 20 دقيقة 10-7، وكان الفرق 4 أهداف لصالح السد. طلب شوقي بالقاسم الوقت المستقطع، والآن طبعا في دقيقة 21 والفرق 3 أهداف، فرق قريب جدا، ما يحسب فرق أبدا، برافو، كان ممكن ينزلها لي اللي هو عدي على الدائرة لو انتبه الطرابلسي، شوف عدي بدون أي رقابة في أخطاء دفاعية، واضح أن في أخطاء دفاعية، وإن لعبت والكرة يتم طبعا المست، الكرة هي اللي المست رجل فهد البيشي، لكن لو البيشي استعمل رجله متعمد في إيقاف، وشوف الجمهور طبعا المساند للسد للزعيم
ونشوف مع بعض فهد البيشي طبعا ما تعمد في مسك الكرة أو صد الكرة بالرجل وبرافو مهاب. إذن محفوظ مهاب في المرمى بعد ما كان المنياوي موجود وأول كرة والتصدي برافو. رشيد يوسف متواجد من بداية اللقاء وله 4 تصديات إلى الآن انلعبت. السايس إلى الآن ولا تصويبة من خارج المنطقة وخطأ والكرة لصالح السد. دخول طبعا عبد الرزاق داخل منطقة الـ6 أمتار خلال القطع من يعني خلف الدفاع. عبد الرزاق نزل على الدائرة ولكن رجله لمست خط الـ6 أمتار. شوقي بالقاسم محتار وقاعد يفكر مر 22 دقيقة وهو متأخر بـ3 أهداف وفقط مسجل 7 أهداف يعني شيء مش طبيعي بالنسبة لفريق الغرافة اللي طبعا فيه يعني كوكبة من النجوم يعني لعيبة على مستوى ولكن اليوم الدفاع الجميل والمتكاتف والأداء الرجولي القوي سواء في الهجوم أو الدفاع من لاعبين السد عاملين مشكلة بالنسبة للغرافة. وتلعب الكرة خالد الهيل وصافرة والكرة تروح لصالح الغرافة وفي الدقيقة 23 وجد سنان سايس على اليسار وعلى اليمين عندنا أبو منجة وعلى الدائرة بلال والمحاولات فهد البيشي وعبد الرزاق جناحين. تشكيلة حلوة تشكيلة قوية ولكن الأداء ضعيف الأداء بطيء والتفاهم واضح أنه إلى الآن مش ذاك الزود حقيقة. لا ومر هذا اللاعب العملاق هذه 3 هدف له شخصيا من الـ8 أهداف. شوف 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 مر مرور الكرام وبدون أي مضايقات من دفاع السد ويسجل بومنجل والهدف 8. صوبت عرضية والرد السريع يا سلام ما في شك أن السد إمكانيات. شوف دنقير شوف 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 خداع وراح على النص بعد الحس الجميل من طبعا من مين من عبد الله الكربي نزل وحجز دفاع الثالث وقدر طبعا دنقير أنه يعمل خداع ويمر ويصوب من فوق الدفاع المحجوز من عبد الله الكربي. تكتيك جميل وأداء جميل من الفريقين خصوصا السد خلال 24 دقيقة إلى الآن ومتقدمين بفرق 3 أهداف وتصويبة. رمية حرة وجد سنان ما عمل شيء مش مقنع في هذا اللقاء مش مقنع كصانع ألعاب. الآن عندك دفاعين طلع الكرة هذا اللاعب اللي المفروض يصوب ولكن وين الشغل حق السايس ما في. والسايس شوف يحاول يصوب ولكن متردد في لاعب في حارس. شوف 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 إمكانيات هذا اللاعب الكبير حقيقة جرأة كبيرة عنده هذا اللاعب يعني وتصويباته متقنة وقوية ويسجل. شوف 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 تصويبته حلوة في الزاوية وبرافو حقيقة يعني لابد يتصرف لابد يتصرف وتصويبته حقيقة روعة روعة هذا اللاعب. وأشوف اللي هو طبعا الـ 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 الهدف الرابع له شخصيا بومنجل الهدف الرابع من تصويبات حلوة قاعد يسجل ومقطوعة. عبد الرزاق بيقلل الفرق إلى فرق هدف وقرار الحكم نعم رمية جزاء وفيها إيقاف. الدفعة فيها شوية ها فيها دفعة فيها دفعة. شوف معي شوف مين هذا شوف الطرابلسي لاعب مهم لاعب مهم. شوف الدفعة هذه فيها خطورة وفيها على الأقل إيقاف 2 دقيقة وبرافو قرار حكمنا الدولي منصور السويدي برافو. الطرابلسي لاعب مهم ويفترض أنه هو يتركه على رشيد يوسف هدف ولكن بدون إيقاف. الآن رمية جزاء ونقص عددي لمدة 2 دقيقة. فهد البيشي يطلب طبعا تجفيف الكرة متخصص كابتن شوقي بالقاسم وتعليمات يحتاج للهدف يقلل الفرق إلى فرق هدف
وما وصل الفرق أعتقد خلال ال 25 دقيقة إلى فرق هدف، على طول السد هدفين وثلاث أهداف، ولكن الآن من خلال هذه التصويبة يعني فهد البيشي قد يعني يرفع من معنويات فريقه وتركيز فريقه، وقد يكون الإيقاف لمدة دقيقتين على الطرابلسي، ولكن رشيد يوسف يعتمد عليه هذا الحارس حقيقة، يعتمد عليه حارس مبدع. شوف 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 هدوء وتركيز والتصدي للكرة بكل هدوء وتركيز، شوف صوبت والتصدي والكرة لصالح رشيد يوسف، والخروج ودخول لاعب مكان رشيد يوسف في الهجوم حتى ما يلعب بنقص عددي. برافو رشيد يوسف. إذن التصدي الخامس من رمية الجزاء، مساعد فريقه بشكل جميل، وطلب الوقت المستقطع من كابتن نيناد المدرب الصربي اللي يقود الزعيم في هذا الموسم. انتهى الوقت المستقطع، جمهور الزعيم برافو، شيء جميل حقيقة. عيال الذيب معروفين بهذا المسمى، نبارك لهم طبعا، فرصة أن نبارك لهم بدرع الدوري العام لكرة القدم. الزعيم السداوي وفي هذا اللقاء إلى الآن يعني حقيقة إبداع، أداء متوازن خلال 25 دقيقة، الوقت شغال، الوقت كان شغال، نعم كان الوقت شغال، المفروض أنه يرجع بكم ثانية. رشيد يوسف خروجه طبعا في خطأ، أعتقد في خطأ تبديل أعتقد، والسد ناقص عدديا بأكثر من لاعب، أعتقد لعيبة اثنين، في لعيبة اثنين، كان خالد الحاج عفوا طرابلسي كان موقوف، إيقاف دقيقتين ومن خلال الخطأ يعني كان المفروض نشوف الحكام الإيقاف كان على مين، قد يكون على ثلاث لعيبة من السد لاعب رقم اللي هو الطرابلسي، وعندنا لاعب رقم 12 عموما، وأضيع الكرة هذه. إذا رشيد يوسف هو الخطأ، رشيد يوسف إيقافه دقيقتين، نعم هو والطرابلسي إيقافهم دقيقتين. طيب الآن أربع لعيبة في الهجوم من السد ودخول عدي مكان الحارس، يعني خمس لعيبة المرمى بدون حراسة، السد طبعا تحصل أخطاء، وهذه دور الإداري أنه يكون موجود وينتبه لعدم ارتكاب أخطاء من اللي هما طبعا دكة الاحتياط. عموما الكرة والمحاولة وفي المرمى، يا سلام يا سلام، إمكانيات اليوم دنقير حقيقة، هو والطرابلسي عاملين لقاء كبير وما في شك، يعني كل لعبة السد
في هذا اللقاء. إلى الآن تركيز عالي جدا جدا يعني، وأداء حقيقة ممتاز ممتاز ممتاز. والآن الضغط السريع والتصويبة والفرق هدفين. ونلعب في الدقيقة 28 مار 27 دقيقة والنقص موجود، ولكن الآن نقص بلاعب واحد فقط، نزول طرابلسي. والمرمى بدون حراسة، السد والمحاولات بهدوء طبعا وعقلانية ما في شك. لاعبين السد لاعبين مباراة حلوة، تلعب واللعبة حلوة. يا سلام يا الكوبري، ولكن خطأ خطأ وإشارة كابتن منصور، لأن الكرة طبعا الكربي لمس خط الست أمتار قبل لا يصوب. أعتقد شوف هني طبعا الكرة ضايعة من الغرافة نظرا للاستعجال. شوف الكرة ارتدت ولكن لا ترجع للغرافة. مار 28 دقيقة، الغرافة متأخرين بفرق هدفين، هل بيقل الفرق أم أن السد بيحافظ على الفرق خلال الدقيقتين الفترة الباقية من الشوط الأول؟ تلعب الكرة، وجدي سنان يصور، ولكن التصدي موجود عند يوسف. رمية حرة، وجدي سنان إلى الآن يعني فقط تفكيره يروح ويصور كصانع ألعاب، ما عمل شيء للفريق نهائي. مختلف أداءه عن اللقاءات اللي راحت. وجدي سنان الكرة دائما توقف عنده هو، وفي رمية حرة الفريقين كاملين. السايس تمررت والتصويبة خارج المرمى، ما فيها شيء. الكرة لصالح السد، تصويبة قوية ولكن خارج المرمى. شوف التقاطع كان ممتاز جميل، ولكن بدون تركيز السايس والكرة خارج المرمى تماما. أداء قوي في دفاع السد، ما أعطوا فرصة للسايس حتى يركز في التصويب. في تخوف من التصويب من لاعبين الغرافة. طرابلسي ومحاولة تصويب فعلا ينجح والهدف سليم. وإيقاف بلال دقيقتين، إيقاف بلال دقيقتين. شوفوا السد، شوفوا الأداء القوي، شوفوا التركيز العالي، شوف شوف طبعا الأخطاء اللي موجودة في دفاع الغرافة. حقيقة إبداع لاعبين السد، يعني بالرغم أنه هو طبعا يعني ممسوك ومتضايق من الدفاع، ولكن تركيزه عالي الطرابلسي، ويحط كرة حلوة ويرفع الفرق إلى فرق 3 أهداف طبعا. وإيقاف ما في شك اللاعب إبلال، وأعتقد دقيقتين للمرة الثانية. إبلال عبد الرزاق والغرافة وتصوبت. شايفين طبعا التصويبات، رمية حرة رمية حرة، والتصدي موجود عند رشيد. شوف، ولكن فيها رمية حرة. نشوف مع بعض بالحركة البطيئة، نعم فيها طبعا، ولكن هل فيها إيقاف؟ أتوقع أنه يكون فيها إيقاف دقيقتين، فعلا فيها إيقاف دقيقتين على عدي. عدي يتم إيقافه دقيقتين. شوف خلال يعني خلال دقيقتين او 3 دقائق يعني اكثر من لاعب. وشايفين طبعا اداء اللي هو وجدي سنان الكره. اذا الشوط منتهي مشاهدينا الكرام، والفوز لصالح السد بفرق 3 أهداف 13-10 بالرغم من طبعا المشاكل. خلينا نشوف الاداريه اللي قاعده تصير في بنش السد، ولكن لاعبين السد حقيقه ابداع وتركيز عالي، وينهي الشوط لصالح السد بفرق 3 أهداف. مشاهدينا الكرام نحييكم مجددا مع بدايه الشوط الثاني، والشوط الاول انتهى لصالح الزعيم بفرق 3 أهداف. مصافره من حكمنا الدولي الان في انتظار الصافره طبعا، خالد الهيل ومنصور السويدي.
وحقيقة شوط أول بكل الأحوال لصالح السد، إنما الغرافة غير مقنع في أداء يعني لاعبينا خلال الشوط الأول سواء في الدفاع أو الهجوم. أما الشوط الثاني قد يكون في شيء مختلف، خلينا نشوف. والثلاث أهداف مو بالفرق الكبير في كرة اليد، والغرافة والسد والمحاولات الآن، والفريقين عندهم طبعا إيقاف لعيبة ناقصين عددية، ولكن أنا مستغرب من هذا اللاعب، يعني تفكيره اليوم فقط يصوب هذا اللاعب. يعني الآن كم لاعب كم مدافع عندك يا أخي، مرر الكرة على اليمين. يعني كرة اليد بتصنيع الفرص وليس فقط ل يعني حقيقة. برافو رشيد يوسف، خمس تصديات لفرص أكيدة، منهم رمية جزاء في الشوط الأول كان السبب الرئيسي في أن فريقه يظل مستمر في التقدم. وفي غياب من يصوب صح، خصوصا هذا اللاعب اليوم مختلف، ما أدري يعني. وجدي سنان لاعب كبير ولاعب مهم، لاعب يعني ممتاز، ولكن اليوم أداءه يعني مو مقنع نهائي، لأنه فقط يفكر أنه يصوب، ومش لاعب فريق يعني مع أفراد فريقه ويحاول يصنع الفرص. لا، وشوف شوف السد، بعكس السد تماما، وفيها رمية حرة، التدخل شوف، ولكن داخل ست أمتار بكل وضوح. عموما تلعب الكرة، ما زالت الكرة والبحث من لاعبين السد، شوف اللعبة، ولكن خارج المرمى، أضيع الفرصة، أضيع الفرصة، والمنياوي في المرمى، شوف اللعبة حلوة. برافو برافو، هذه هي الإمكانيات اللي احنا ندورها، هذه هي الإمكانيات، هذا الإبداع اللي ندوره من وجدي سنان. شوف التمريرة، شوفها شوفها شوفها، شوف التمريرة هذه، ما في أجمل منها، وذكي وإمكانيات، ولكن وين هالإمكانيات يا وجدي خلال الشوط الأول؟ شوقي بالقاسم، متى ما تعاونوا اللعيبة يعني بنشوف إبداع لعيبة السد حقيقة، أداء متوازن ومتكافئ، وإبداع حقيقة من خلال التكتيكات الهجومية اللي شفناها والتصويب من كل المراكز. شوف يعني الكرة ما تتم في يد أي لاعب لفترة طويلة، والبحث عن الفرصة الأكيدة، شوف شوف شوف، يعني تكتيك هجومي جميل، وعدة تمريرات والاختراق الجميل والتصويب الأرضية الحلوة من دنقير، ويسجل ويعطي الأفضلية بفرق ثلاث أهداف. إذن ثلاث دقائق وشوية في الشوط الثاني، السد ما زال محافظ على الفرق وفرق ثلاث أهداف. هذا هو الأداء، كرة اليد الآن لعبة جماعية وتحتاج إلى السرعة وتحتاج إلى الذكاء، إلى الذكاء. إذن كيف تستغل الخطأ من خلال تحركاتك، تخلي المدافع يخطئ وتستغل هذا الخطأ. نشوف طبعا فيها رمية حرة، إبلال، جاءت كرة على الدائرة، ولكن في أكثر من لاعب، والآن فيها عقوبة، نعم، على الطرابلسي للمرة الثانية، الطرابلسي للثاني للمرة الثانية، الطرابلسي لاعب مهم، وإذا هذا اللاعب يعني شوف طبعا واضح للمرة الثانية، وفي خطورة ما في شك، لاعب مهم لابد يغير حساباته كابتن نينات لهذا اللاعب أن يستغله فقط في الهجوم. وهناك عنده على البنج لعيبة على مستوى، وبإمكانه طبعا أنه هو يعتمد عليهم. السايس ومقطوع الكرة، واللعبة أمامية ويستلمها، برافو 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 السد، برافو، بالرغم من نقص العددي، بالرغم من أنه طبعا اليوم واضح الإصرار عند لاعبين السد بالفوز والحصول على ذهبية
كأس قطر 2018-2019 من خلال الأداء الجميل المتوازن والرغبة الحقيقية في الفوز في هذا اللقاء. ونشوف المحاولات بهدوء، ولكن اللعبك عبد الرزاق يصوبها، ولكن رشيد يوسف كالعادة. برافو يا رشيد، برافو يا رشيد، برافو. يتصدع لكرات حقيقة يعني انفرادات، من خلال انفرادات. طبعا الكرة لمست وجهه، ولكن سلامات. نينان المدرب الصربي، برافو حقيقة. هذا الحارس مبدع، وقدر في خمس تصديات يعطي فرصة لفريقه أنه يطلع في الشوط الأول فايز بفرق 3 أهداف. والآن طبعا قاعد ما زال بنفس التركيز ونفس القوة يساعد فريقه عدي. والمرمى بدون حراسة، السد ودخول لاعب مكان الحارس، سلاح ذو حدين. لو انقطعت الكرة خلاص انقطعت، والمرمى بدون أي حارس. يا عبد الرزاق يا مران، خلاص يعني المفروض اللاعب يكون موجود ذهنيا. ليش للدريبل؟ شوف انقطعت الكرة، عبد الرزاق وأكثر من مرة يعمل دريبل لأنه هو ما كان منتبه بأن المرمى بدون حراسة. وهدف سهل لصالح عبد الرزاق، لصالح هذا المدرب الغرافة، والفرق 3 أهداف، 15-12. مر 6 دقائق، خلال 6 دقائق السد ما يعني ما تأثر بالفرق ومحافظ على الفرق والتصويبة، وترجع الكرة من القائم وللغرافة. نشوف المحاولات مقطوعة، لا ترجع الكرة لصالح الغرافة. والمحاولة 6 دقائق ونص، نيناد وتعليمات على طول للمدربين الاثنين، الجهاز الفني لكلا الفريقين، وتركيز عالي. والآن طبعا يحاول فريق الغرافة أن طبعا يقلل الفرق، ولكن مش بالطريقة هذه. يعني يفترض أن يكون في تمريرات. شوف يعني شوف كم مدافع مهتم في السايس، لذلك السايس يفترض أنه يستغل هذا الخطأ ويمرر لزملائه. هذا هو فقط الفرق. خطأ على بلال، اللعبة الكرة وأمامية وانفراد. يا سلام يا السد، ولكن برافو 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 المنياوي، برافو، ينقذ مرماه من طبعا فرصة أكيدة وانفراد ومقطوع الكرة. والكرة لصالح مين؟ لصالح السد. في فاول، الكرة ترجع لصالح الغرافة. يقول أنه هو دربل الكرة داخل منطقة 6 أمتار، تستلمها وهي في الهواء صح، إنما تدربلها وانت برا والكرة داخل 6 أمتار طبعا خطأ. ترجع الكرة لصالح الغرافة. حقيقة دفاع السد متمكن، دفاع قوي، ومش معطين فرص سهلة للاختراق والتركيز من لاعبين الغرافة، ومحافظين على الفرق. مر 8 دقائق ومحافظين على الفرق، وخطأ طبعا واضح، خطأ واضح. برافو كابتن منصور، دخول عبد الرزاق، استغلال خط 6 أمتار منطقة المرمى، ممنوع دخول أي لاعب سواء الدفاع أو الهجوم والحصول على مصلحة من الدخول. أي دخول وتحصل على الكرة أو تسبب في يعني فرصة للتصويب، إذن خطأ. برافو، إدارة جميلة حقيقة من الثنائي منصور السويدي وخالد الهيل لهذا اللقاء النهائي على كأس قطر 2018-2019. من ياوي حقيقة بعد نزوله شوية حرك الدفاع، قوى الدفاع خصوصا الانفراد والتصويب الآن، وفي صافرة والكرة لصالح الغرافة. ومر 9 دقائق والطرابلسي بتصويبة حلوة، ولكن التصدي شوف من المنياوي
احمد صبحي سعيد والتصويبه ولكن رشيد يوسف برافو برافو. الحراس لهم دور كبير طبعا ما في شك ان احيانا قوه الحارس يعني تصل الى نسبه عاليه تفوق حوالي 60 إلى 70% من قوة دفاع الفريق. والمحاولات مع السد لطبعا الحفاظ على الفرق والزيادة فرق 3 أهداف. ويا سلام يا سلام مرور جميل حقيقة من عدي يعني شوف لاعب الدائرة وخروج والسلام وخداع جميل وخداع جميل ومهارة عالية ومرور جميل والتصويبة الجميلة في الزاوية ويزيد الفرق إلى فرق 4 أهداف 16-12 بعد مرور 10 دقائق. وجدي اللعبة بيشي متردد في الدخول لابد يكون في شوية شجاعة والمحاولات ولكن رشيد يوسف عامل مشكلة بعبع ومخوفهم اليوم رشيد يوسف الحقيقة من كل المراكز جربوا عليه من الدائره جربوا عليه من الاجنحه جربوا عليه من يعني اليوم رشيد يوسف ممتع ومساعد فريقه بشكل جميل. وجد سنان يحصل على رميه حره ايقاف دقيقتين نشوف التصدي من رشيد ولكن انتظار نشوف فيه طلب وقت مستقطع عفوا طلب وقت مستقطع This is Odey or Nur over outside or here but that Kirby stay here okay. You play man to man direct hey next the cut يحتاج إلى الكثير من الذكاء والخبرة عند الكل سواء الجهاز الفني والإداري وأيضا اللعيبة في الملعب والسايس لاعب مؤثر مع الغرافة أشوفه خارج الملعب المفروض هذا اللاعب ما يغادر الملعب لاعب محترف ولاعب دولي معروف خالد الحاج وجد سنان والمحاولة بهدوء مهدي على الدائرة رمية حرة أي خطأ من طرابلسي بغادر المباراة عنده إيقاف دقيقتين لمرتين وجدي إمارة حلوة فرصة سهلة وفيها رمية جزاء ولا لا إشارة الحكم الدولي خالد الهيل تقول أن رمية جزاء شوف شوف طبعا دخول الدفاع مع هذا اللاعب داخل منطقة 6 أمتار وجد سنان هل ينجح التصويبة وبرافو رشيد يوسف برافو 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 رشيد يوسف حقيقة مبدع هذا الحارس العملاق رشيد يوسف مع السد اليوم ولكن التصويبة خطأ والتصويبة في الموقع اللي يبغيه أي حارس سواء رشيد يوسف أو غير رشيد يوسف في المنطقة السهلة بالنسبة للحراس لاعب متمكن مثل هذا اللاعب وجد سنان بهذه التصويبة طبعا غير مقبولة ولكن رشيد يوسف برافو بخبرته الكبيرة والضغط على وجدي قدر أنه يقطع الكرة ويصدها والكرة تروح لصالح السد رمية حرة بشكل خطورة حقيقة بي يعني شوف مرعب في الدفاع ولكن لو نزلها لي عدي كان ممكن تلعب خالد الحاج عدي ينطر الكرة
على الدائرة تقاطع صوبت ولكن فيها دفعة وفيها رمية حرة. الكرة لصالح السد والنتيجة لصالح السد بفرق 4 أهداف. أنهى الشوط فرق 3 أهداف، يعني خلال 13 دقيقة من الشوط الثاني السد أفضل بفرق هدف. أداء متوازن متكافئ لاعبين السد بذكاء ورغبة والتصويبة الحلوة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام السد. وأمير دنقير شوف من وين، من 10 أمتار يحطها أرضية جميلة على المنياض ويسجل منها ويزيد الفرق إلى فرق 5 أهداف. بدأ فريق السد يعني يكبر الحاجز النفسي بينه وبين الغرافة في هذا اللقاء. إلى الآن فرق 5 أهداف وبعد مرور 13 دقيقة، يعني حقيقة شيء ممتاز. السيد أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد ورمية جزاء للمرة الثانية، ولكن من اللي بيصوب هذه المرة؟ أنا خبر البيشي هو اللي متخصص. وهذا اللاعب الحقيقة أبو منجل يعني في بداية الشوط أعطانا 3 أهداف جميلة، ولكن بعدين وقف وبلال بيصوب والتصدي، وبلال للمرة الثانية على التوالي ومحاولتين. إذا ينجح برافو رشيد يوسف، برافو برافو حقيقة. يعني حضوره في الجول موجود ورؤية وتركيز. وشوف الكرة للمرة الثانية طبعا استغلها بلال، رجعت له دايركت. لو رجعت لأي منطقة ثانية وراح يجري بلال من داخل طبعا الكرة، ولكن لا برافو بلال جات الكرة وركز فيها صح. نلعب في دقيقة 15 الشوط الثاني والشوط المثير، باقي 15 دقيقة والفرق 4 أهداف الآن. ونشوف الهجمة هذه ومهدي، ولكن برافو القائم برافو القائم برافو القائم، يلعب لصالح السد. نعم الحظ مطلوب، وشوف انفراد مهدي، ولكن مهدي في القائم والكرة ما تخترق القائم. ومش محظوظ هذا المدرب والمساعد، يعني مدربين أكفاء، ولكن ويا أيضا إصابة ما كنا نتمناها لمهدي اللي نزل قبل شوية. سلامات سلامات لهذا اللاعب مهدي. شوقي بالقاسم يفكر ويتمخمخ حق الدقائق الباقية، باقي 15 دقيقة، هل في وقت؟ يعني فرق 4 أهداف 17-13، مو بالفرق الكبير، ممكن كل شيء وارد، ولكن يحتاجون لعيبة الغرافة إلى التركيز، إلى استغلال الأخطاء بشكل جميل، وإلى أنهم يعرفون كيف يصوبون أمام الحارس المبدع رشيد يوسف. حقيقة اللي عامل لهم يعني مشكلة نفسية في المرمى لاعبين الغرافة. بخضر مدير الفريق أحمد مع السد موجود. اللعبة الكرة ومهدي خارج الملعب. سلامات والمحاولات الآن للسد. باقي 15 دقيقة، عدينا 15 وباقي 15، والسد هل بيحافظ على الفرق؟ والله إذا ماشيين بنفس الاتزان وبنفس التركيز كل شيء وارد. نعم اللعبة حلوة وعدي، ولكن جانبية جانبية، التصدي موجود من المنياوي. برافو ينجح المنياوي في التصدي للكرة هذه، شوفها حلوة. عدي مكان ممتاز، ولكن التصدي موجود من المنياوي. الكرة مقطوعة، ولكن لا فيها رمية حرة. ما زالت الكرة. السايس في الدفاع لاعبين الغرافة والتصويب. الله 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 الله، تصويباته روعة اليوم. أمير دنقير عامل شغل كبير الحقيقة، سواء من تصويبات من خارج المنطقة ومن الثبات. وسلامات لهذا اللاعب على مستوى الأنكل. سلامات مهدي، لاعب مهم ولكن مش محظوظ. أرضية جميلة، نعم
كان في فراغ كبير وصوبها بشكل جميل أرضية ويسجل منها. شوف معي خداع ولكن ما قدر يمر، يده حرة صوبها، نعم صوبها ويسجل منها. وجد سنان الوقت يمر ولكن الفرق مو بكبير، قد تحدث مفاجأة. خلينا نشوف مقطوعة الكرة لصالح الغرافة، انقطعت لأنها طبعا تمريرة أرضية ومن مسافة بعيدة سهلة بالنسبة للدفاع، والكرة لصالح الغرافة. الدفاع 5-1 والكربي متقدم كدفاع متقدم في منطقة صانع الألعاب، في منطقة الوسط والضغط على صانع الألعاب، ونشوف كيف بهاجم فريق الغرافة أمام هذا الدفاع. التصويبة ولكن التصدي موجود من رشيد يوسف، الكرة لصالح السد، برافو هذا الحارس حقيقة هو السبب في هذا الفوز إلى الآن. التصدي 5 تصديات منهم رمى الجزاء في الشوط الأول، والآن 4 تصديات ومنهم أيضا رمية جزاء لصالح رشيد يوسف، وأداء متوازن وتركيز عالي من رشيد يوسف عامل مشكلة نفسية بالنسبة للعيبة الغرافة للتصويب من خارج المنطقة صعبة. طرابلسي اللعبة الحاج يمرر، ما زال شوف شوف الذكاء، شوف طبعا يلعب بذكاء فريق السد وما يتخلص من الكرة بسهولة. شوف شاف هجوم الدفاع ويسلم نفسه ويطلب، والمدرب طبعا نيناد الآن يطلب الوقت المستقطع. Don't run in the middle. Open outside. And here, return pass for Khalid. Khalid open side. Direct play man to man. Don't run in the middle. Give me scissors. Hey, why do you? Open, open. Hey, why do you run in the middle? What? تعليمات من الكباتن نيناد اللي طلب الوقت المستقطع، وأيضا كابتن شوقي بالقاسم في انتظار. نشوف ال 12 دقيقة الفترة الباقية والفرق لصالح السد وهو الأقرب حقيقة، ما نزل التركيز والأداء لفريق السد خلال الفترة اللي راحت سواء في الشوط الأول أو 18 دقيقة من الشوط الثاني. جانب من الجمهور المساند للزعيم، تمريرة والتصويبة ولكن الكرة لصالح الغرافة لصالح السد عفوا. إشارة اللعب السلبي السد، وعدنقير هل بيصوب أم يمرر؟ إيقاف دقيقتين لعدم الالتزام ب الأمور القانونية، كان لازم يبتعد شرف الدين ومنجل، كان يفترض أنه هو ما يتقدم قبل ما تطلع الكرة من يد الفريق لاعبين السد. عموما هجمة جديدة إذن خلاص تروح إشارة السلبي لأن في عقوبة على لاعب من لاعبين الغرافة، ولكن الدفاع بحجز خطأ نور أشرف على الدائرة، الكرة لصالح الغرافة والنقص العددي، ولكن يغير وينزل لاعب مكان الحارس فريق الغرافة، يلعب بلاعب مكان الحارس. نشوف المحاولات البيشي ورامية حرة،
صبحي سعيد يمرر ولكن مقطوعة ما فيها شيء، المرمى بدون أي حراسة، المفروض في المرمى والمرمى بدون أي حراسة. يا سلام السد، برافو، انقطعت الكرة وما في شك أن استغلوا، ما في شك عدم وجود، يا سلام يا سلام. طبعا حمدي عياد بخبرته واستلم الكرة ومررها للكربي، والكربي طبعا يتفنن فيها، نعم ليش لا، يزيد الفرق إلى فرق 5 أهداف ومر 20 دقيقة وباقي 10 دقائق. خلال 10 دقائق هل يستطيع عيال الزعيم أنهم يعني ينهون اللقاء ويحافظون على الفرق، أم أن إذا كان الغرافة يعني شدوا حيلهم؟ والله ممكن إلى الآن 10 دقائق فترة طويلة في كرة اليد، ممكن 5 أهداف الآن أصبح الفرق فقط 4 أهداف، يعني الثواني لها قيمة في كرة اليد. اللعبة حلوة على الدائرة ولكن ما تدخل المرمى، ما تدخل المرمى، يا عدي يا عدي على الدائرة، لو صوبها كان ممكن، ولكن عموما حب يلعبها اللوب، ولكن عموما الكرة لصالح الغرافة، ولكن الوقت لا والنتيجة لا، والضغط موجود من بومنجل واكتمل فريق الغرافة بعد ما كان عنده إيقاف 2 دقيقة. بومنجل عبد الرزاق مختفي، سجل هدف واحد فقط وعلى الدائرة ومقطوعة من دفاع السد، ما فيها شيء، أمامية ويلعبها ولا لا؟ لا، فيها أنانية وفيها شنو قرار الحكم، رمية حرة يطالب نشوف. طبعا الحركة هذه فيها عقوبة، لابد يكون فيها عقوبة، الشد واضح ولكن الحكم الدولي خالد الهيل ما أعطى أي عقوبة وهو كان قريب. عموما الكرة لصالح السد والمحاولات والوقت والنتيجة تلعب، مش مستعجلين، بهدوء وتركيز عالي وتمريرات سريعة وتقاطعات وتصوبت، ولكن فيها رمية حرة. عبد الله الكربي نزل وتقاطع في وقت ممتاز جدا، شوف معي عبد الله الكربي وين، شوف شوف شوف، ثلاث مدافعين يا طرابلسي، خلاص نزلها وقول لهم يلا باي باي. لو ان الهدف هذا تسجل صدقوني كان ممكن نقول مبروك، ولكن ما زالت الكرة في الملعب والسد ما راح يتهاونون، والتصويبة خارج المرمى، خارج المرمى، المنياوي يجري ويجيب الكرة، ومستعجلين طبعا الغرافة لان الوقت قاعد يمر عليهم، ونشوف طبعا خلفية ما فيها شيء، الحين جاي تتفنن فيها، يا طبعا راحت على الكربي ويزيد، يا سلام يا سلام عليك الكربي، يا سلام عليك الكربي، يا سلام عليك. وشوف طبعا حب يلعبها خلفية ولكن مش مركزة التمريرة وما فيها شيء، والكربي منفرد ويصوب ويسجل ويعطي أفضلية لصالح فريقه بفرق 5 أهداف، وصارت مش مستحيلة ولكن صعبة، صعبة بدرجة يعني المستحيل. خلنا نكون واقعين وصريحين أمام هذا الأداء الجميل من الزعيم، ولكن التصويبة الجميلة هذه يعني قالت لي لا لا تستعجل وكل شيء وارد. صبحي سعيد ويحط أرضية ويسجل وباقي 7 دقائق، شوقي بالقاسم ويتحرك ويعطي تعليمات ويعطي إرشادات، ونشوف المحاولات خلال 7 دقائق. ولكن لاعبين السد اليوم حقيقة إبداع وتركيز، ولاعبين كرة يد حلوة اليوم، لاعبين كرة يد حلوة. يمكن الغرافة فيها شيء من الأنانية، فيها شيء من الفرديات، ولكن السد لاعبين المباراة جميلة، مباراة كرة يد حقيقية. ونشوف المحاولة اللعبة وجنقير وخداع، ولكن فيها رمية حرة، إيقاف الوقت لتجفيف الأرضية من حكام المبدعين في هذا اللقاء كابتن منصور السويدي وخالد الهيل. شوف نعم فيها رمية حرة مقطوعة وانفراد وما فيها شيء، يلا يا عبد الرزاق، لا راحت منك يا عبد الرزاق. شوفوا شوفوا طبعا شوفوا شوفوا رغبة السد، شوفوا يعني ما أعطوا فرصة للانفراد ورجعوا وغطى دنقير وقطع الكرة وسرقها من عبد الرزاق، وإلا كان ممكن
والا كان ممكن يعني كان باقي 6 دقائق وممكن الفرق 3 اهداف، لكن الان السد يعني معنويات عاليه وتركيز عالي والرغبه موجوده في الحصول، ولكن رميه ولكن جانبيه عن طريق الخطا، الكره لصالح الغرافه، الوقت قاعد يمر، نشوف صبح سعيد واماره حلوه 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 على الدائره وفي المرمى ويقل الفرق، وبدا طبعا الشد الان على لاعبين السد ومدرب السد، وبدا الفرق يقل وفرق وصل 3 اهداف وباقي وقت طويل، باقي وقت طويل، وصدقوني قد يحصل اي شيء. السد هل بيسلمون اللقاء للغرافه و تعبهم هذا خلال الشوطين بيضيعونه، أم أنه يعني يقدرون أنهم طبعا يحافظون على الفرق؟ كل شيء وارد، ويحتاج هذا الشيء إلى طبعا الكثير من اللعب والكثير من الجهد والكثير من التركيز، خصوصا هذا اللاعب المبدع الحقيقة. شوف شوف جنكير بتصويبته، يعني بأي تحرك سواء على اليسار أو على اليمين تصويباته متقنة حلوة، وبرافو برافو السد حقيقة، ومش معطين الفرصة للعودة والتركيز للاعبي الغرافة، ويرجع الفرق إلى فرق 4 أهداف ويطلب الوقت المستقطع كابتن شوقي بالقاسم. One left. Oh, hey. One left. Would they open outside? They give play man to man. كابتن سريج الحارس العملاق، حارس منتخبنا العنابي، وطبعا جانب من الجمهور موجودين في الصالة ومتابعة لهذا اللقاء النهائي على كأس قطر 2018-2019. الأقرب السد، وطلب الوقت المستقطع انتهى، اللي جاب يطلب من شوقي بالقاسم. أرضية ما فيها شيء، لا فيها شيء، فيها رمية حرة، فيها استعجال، فيها عدم تركيز، وفي وقت كافي. نعم باقي 5 دقائق ونص وتلعب، وفيها فيها رمية جزاء وفيها عقوبة 2 دقيقة على عدي. عدي اعتقد للمرة الثانية، شوف نعم مش جنكير انما عدي للمرة الثانية. لا والله جنكير، جنكير أمير نور الدين جنكير هو اللي عنده الـ2 مينت. اوكي اذا نشوف الكرة وين لصالح رشيد يوسف، التصويبة، ولكن نشوف مع بعض ترتد من القائم وتلمس بلال داخل منطقة 6 أمتار. مش موفقين حقيقة اليوم لاعبين الغرافة. وسام شوف شوف شوف، واضح واضح. أنا حقيقة كخبرة أنا رشحت لاعبين الغرافة، ما شاء الله يعني كلهم خبرة لعبة، ولكن السد اليوم رغبتهم وأدائهم، وحقيقة يعني فريق متكامل، فريق قاعد يلعب كرة يد حلوة. شوف 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 التحرك بدون الكرة، شوف الذكاء، شوف التمريرة الحلوة من عبد الله القربي، وشوف خالد الحاج وين تحرك، وين استلم الكرة، وين صوب، يعني كل الأمور هذه ترى لها قيمة. يعني مش مهم أنك أنت اليوم عندك فريق كلهم لعيبة كبار وعلى خبرة، لكن أداء هني مش متوازن، أداء ما في تركيز، أداء بطيء، وكل واحد يعني لا ابدا مش هاي فريق الغرافه. ولكن برافو السد، رميه جزاء، رميه جزاء، خلاص المباراه رايحه للسد، المباراه رايحه للسد. الزعيم ما راح يفرطون في هذه البطوله ابدا، مش ممكن مش ممكن. يعني الموسم هذا الزعيم ما عمل شيء، ولكن الان لا طبعا في هذا اللقاء في هذه البطوله لا،
لهذه البطولة. الزعيم روعة وأداء جميل، وطبعا يعني وصل إلى المباراة النهائية. شوف التصويبة من وجه سنان ولكن في المرمى، ولكن الوقت وين؟ خلاص ثلاث دقائق، أقل من ثلاث دقائق، وفرق كافي جدا، كافي جدا، أربع أهداف الفرق لصالح الزعيم اللي الآن يطلب الوقت المستقطع. كابتن نينات المدرب الصربي في إحباط وواضح على وجوه لاعبين الغرافة. أتوقع أنه يلعب دفاع متقدم، الحل الوحيد أمامه. طبعا السد عنده نقص عددي، أمير تنقيري خاف دقيقتين، وحتما الغرافة رايح يدافع دفاع متقدم، ما في شك، واضح طبعا لاعب دفاع متقدم باثنين رجل لرجل مع خالد الحاج والطرابلسي. الكرة والمحاولة حمدي عياد، اللعبت الكربي، مقطوعة ما فيها شيء، الكرة لصالح الغرافة أمامية، وانفراد، وعبد الرزاق في المرمى، عبد الرزاق في المرمى، والفرق شوف معي، الكرة انقطعت والرجوع، وعبد الرزاق السلام وفي المرمى، فرق ثلاث أهداف وباقي دقيقتين وخمس ثواني. تمريرة والتحرك مطلوب بدون الكرة الآن من لاعبين السد، والتمرير يكون طبعا متقن وإلا تنقطع الكرة، وانقطعت نعم، وانفراد الآن ورمية حرة، الكرة لصالح الغرافة ورمية حرة في ارتباك من الدفاع المتقدم من لاعبين السد، ضاعت منهم الفرص. والآن طبعا صبحي سعيد من خلال الهجمة هذه قد يعمل شيء، ولكن برافو دفاع السد، دفاع قوي من بداية اللقاء إلى الآن، وباقي دقيقة ونص، دقيقة ونص، 19-22 السد متقدم، وعبد الرزاق غير موافق، ولكن لا، رمية جزاء، رمية جزاء، مطالبة بإيقاف الوقت، ليش؟ أخذ الكرة وخلك على السبع أمتار، نشوف مع بعض. وطبعا الطرابلسي، الطرابلسي تدخلها طبعا ورمية جزاء، ونشوف وجد سنان يقلل الفرق إلى فرق هدفين من خلال التصويبة، ومن خلال طبعا آخر دقيقة يحتاج إلى معجزة يعني حقيقة فريق الغرافة على أساس أنه يقدر على الأقل يتعادل، ولكن صعبة صعبة صعبة، أبناء الزعيم ما راح يفرطون في هذا اللقاء، وأقل من دقيقة وفرق هدفين، 20-22-20 تمريرات، وبهدوء الكرة لصالح السد، والكربي ما زالت الكرة مع السد، الحكم رافع إشارة اللعب، يا سلام، ولكن يا سلام يا الكربي، كان ممكن خلاص، ولكن ما زال، ونقدر نقول خلاص، نقدر نقول خلاص، 10 ثواني من الآن وفرق هدفين، ومبروك، ألف مبروك للزعيم، واستسلام تام من أبناء شوقي بن قاسم أبناء الغرافة، مبروك مبروك، ألف مبروك للزعيم بالفوز في نهائي كأس قطر 2018-2019. وحقيقة يعني أداء من بداية اللقاء، وكان واضح الإصرار والرغبة الأكيدة للفوز والحصول على هذه يعني الكأس. سبورت دوت نت يأتيكم على قنوات الكأس.
الليلة 9:30 بتوقيت الدوحة. أسباير ماجازين يأتيكم على قنوات الكأس غدا الساعة 2 ظهرا بتوقيت الدوحة. حقيقة نقول هارد لك للغرافة، وما في شك أن إعارتهم ومساعدتهم لفرقنا اللي شاركوا في الأسيوية بأحسن 2 لعيبة، صبحي سعيد وعندنا اللي هو طبعا اللي هو وصيف يعني أدى إلى يعني اللي هم يعني يحصل تعب وإرهاق للعيبة وجد سنان وصبحي سعيد، حقيقة كانوا اليوم يعني مش موفقين لأن واضح أن في تعب وإرهاق على اللعيبة الاثنين هذيلا. عموما هارد لك لأبناء الغرافة وحظ أوفر في كأس الأمير، والحين طبعا الدور على البطل الزعيم السداوي اللي الحقيقة بإصرار يعني أداء حقيقة روعة من خلال المباراة اللي فاتت، المباراة اللي راحت أمام الوكرة وفوزهم بفرق 5 أهداف 28-23، واليوم يأكد الفوز على الغرافة ويحصل على بطولة كأس قطر وأغلى الكؤوس في هذا الموسم في 2018-2019. السد إذن في التتويج الآن، والسيد أحمد الشعبي، وعندنا طبعا تتويج فريق السد البطل ويستحقون طبعا، ومبروك صالح عوض اللاعب الدولي القدير صالح عوض، طبعا من لعيبة الزعيم اللعيبة الكبار اللي يعتبرون من مؤسسين هذه اللعبة في السد، حقيقة هذا اللاعب اللي يتوج أبنائه وزملائه طبعا في السد صالح حسن عوض، يعني الجناح اللي ما راح ننساه وننسى إمكانياته الجميلة مع العنابي في طبعا نهاية السبعينات والثمانينات، وأيضا السيد أحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري الكردي. مبروك للاعبين الزعيم خصوصا حقيقة هذا الحارس المبدع رشيد يوسف، برافو ألف برافو لتصدياته الجميلة حقيقة اليوم، يعني عنده 9 تصديات منهم رميتين جزاء ومن كل المراكز وانفرادات، حقيقة يستحقون أبناء الزعيم هذا الفوز وهذه البطولة، وبطولة غالية ما في شك. ومبروك للكربي، ومبروكين للشباب إرهاد سالم عوض ومحمد محمود عبد الله الكربي رشيد يوسف خالد الحاج وبدر الدين توفيق أمير دنقير حقيقة لاعب مبدع اللي واضح أمامكم على الشاشة، ونور أشرف فيصل إدهام الكواري والتر أبولسي حمدي عياد فهد قحطاني عدي حسين حقيقة لعيبة، وأيضا الجهاز الإداري ومنهم طبعا السيد عتيق شداد مبارك له، ومبارك أيضا للأخ أحمد بخضر، وأيضا الكابتن نيناد يستحق منا الإشادة وعلى أداء مع فريقه في هذه البطولة. ألف 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 مبروك للزعيم والفوز للمرة الثامنة بكأس قطر، 7 مرات قبل وهذه المرة الثامنة حسب طبعا اللي موجود على موقع الاتحاد القطري لكرة اليد، ونقول ألف 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 مبروك للزعيم وجمهور الزعيم وإدارة الزعيم، ونتمنى إن شاء الله الاستمرار بهذه القوة وهذه الإمكانيات الجميلة في كأس وأغلى الكؤوس كأس سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، اللي طبعا البطولة خلاص الأسبوع القادم إن شاء الله. عموما ألف مبروك للسد وحظ أوفر للغرافة، و